مساء الخير، مساء العافية، مساءكم نجاحات متنوعة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبة، مشاهدين قناة الفلوجة الفضائية. هذه حلقة جديدة من برنامج قصة نجاح. النجاح بهذه الحياة هي رسالة الإنسان، وبدونها ممكن يعيش بجحيم لا يطاق. لذلك الله سبحانه وتعالى من خلقنا بهذه الحياة، خلقنا على مود ننجح، مو على مود نقاتل بعضنا، ولا عمود واحد ينهش بالثاني، لا، على مود نكمل مسيرة الأمم وناخذ بهذا المجتمع إلى نجاحات متواصلة ومتميزة. قصصنا لهذا اليوم رح تثبت هذا الشيء، رح تثبت أنه أكو أشخاص محبين للنجاح ومستمرين بإعطاء الحياة نجاحات رائعة. خلينا احنا وياكم مشاهدينا نبدي حلقتنا لهذا اليوم ونتابع احنا وياكم اول قصة. رياض صادق، عمري 36 سنة، تحصيل الدراسي دبلوم تحليلات مرضية، وأداوم دار صحة واسط مستشفى الزهراء التعليم. البداية كانت هي حب الموضوع، حب السماء، يعني كنت متوسطة، تعرف كهرباء ما كنا بالسطح، فتباوع يعني مرات يثيرك الفضول يعني عن الأجرام، يعني ألوانها، بعدها، تفاصيلها، بس كنا بعدنا صغار يعني ما نعرف شيء، يعني بس فضول تباوع. شوي شوي من بدينا نكبر وبدا الانترنت يدخل، لا بديت قمت تقدر تطالع، مثلا يعجبك فد جرم معين تشوفه او فد نجمه معينه او تبحث يعني بالموضوع تعرف تفاصيل عليه، فهاي شويه يعني زادت الفضول والشغف انه تطلع انه انت يعني تقدم شيء. لازم كبدايه احنا صراحه يعني على مستوى العراق مع الاسف يعني هواية التصوير الفلكي يعني كانت مندثرة منذ سنوات طويلة، يعني حتى مرصد حكومي ما عندنا، يعني مرصد فلكي حكومي رسمي ما عندنا، ماكو. فكان الشباب يعني أبسط الإمكانات يحاول يعني يصور، يحاول يعني تعرف التلسكوبات صعب دخولها وأيضا غالية، يحاول يصور بالإمكانات اللي عنده. فتأثرنا بالبداية يعني كنا نباوع يعني نشوف المصورين الغربيين طبعا محترفين أكثرهم، بدأ على مستوى العراقي يبينون عندنا مصورين محترفين مثل الأستاذ عياش شاكر، أوجه له تحية طبعا، أستاذ كرار محمد الوائري طبعا من الكوت، هم مصور فلكي محترف، فبدينا نتعلم منهم. بديت أتدرج بالتلسكوبات، بعد اشتريت تلسكوبي الأول، صورنا القمر والكواكب، بعدين قمنا نطمح أكثر من القمر والكواكب، تعرف التلسكوبات الاحترافي يختلف عن الكوكبي، فأخذ التلسكوب الاحترافي وبلشت بعد بالتصوير الفلكي. التلسكوب الأول تقريباً سنة 2020 أخذته من البالات، يعني أنا أعرف بهم طبعاً التلسكوبات لأن هواي شايف فيديوهات، رحت البالة شفته أثار استغرابي، عجبني سعره مناسب أخذته. كان تلسكوب بسيط ياباني الصنع من النوع الكاسر، طبعاً التلسكوبات هواي أنواع بها، كاسر وعاكس وهجين، كان نوع هذا كاسر، أخذته من البالة ب50,000 دينار، تعلمت به، شفت به القمر، يعني هو التابع الوحيد للكرة الأرضية، شفته به طبعاً الفوهات الصدمية مالته، صوره منزلهن على صفحتي الشخصية كبداية، يعني كانت بداياتنا. أي بعدين بديت أتدرج بالتلسكوبات الثاني، هم البالة وراء تلسكوب احترافي أكثر وراء احترافي، بعدين بقيت على هذا التلسكوب. التصوير الاحترافي كان بهذا التلسكوب، أول تصوير بتلسكوب البالة اللي هو للقمر، لأن القمر سهل الرصد، يعني لمعانه قوي تقدر ترصده بسهولة، ما يحتاج تلسكوب محوسب، يعني أنت من توجه التلسكوب الجرم تشوفه سهل، بس بالتصوير الفلكي العميق الأجرام أنت ما تشوفها، تتبع قاعدة بيانات التلسكوب اللي هي مخزنة به،
القبة السماوية يوجهك للجرم اللي انت تريده وتبدي تاخذ الشوت الأول، ضبط إعداداتك وتبلش تصوير. من يشوف هذا النوع من القصص اللي بدايتها بسيطة وجميلة وبداية رائعة ما تحتاج إلى كل جهد وما تحتاج إلى مصاريف، ما نصدق بأي واحد يجي يقول لنا أنا ما قدرت أبدي مشروعي لأن كان مكلف أو ما قدرت أو يحتاج جهد كبير. لا لا، لأن نشوف القصص شلون بدايتها بسيطة وشلون جماليتها بالبدايات. يعني أحمد بدايته كانت من البالة، اشترى هذا الجهاز من البالة وبدأ شوية شوية يتعلم إلى أن وصل إلى مرحلة جدا رائعة. هذا النوع اللي احنا نشوفه من المشاريع الجميلة والرائعة والأهداف الصدق متميزة. يعني احنا نتعرف اليوم على معلومات يمكن لأول مرة نتعرف عليها في برنامج قصة نجاح. لذلك خلينا احنا وياكم نرجع لقصة أحمد ونتابع شنو بقية المعلومات. من تريد تصور فشي يعني جرم معين لازم اعداد مسبق للجرم هذا، تعرف شروقه شو وقت يشرق شو وقت يغرب. طبعا كل الاجرام السماويه بحكم دوران الكره الارضيه لها شروق وغروب، اوكي، فتعرف وقتها شو وقت اكو اجرام بالصيف تظهر اكو اجرام بالشتاء تظهر، فانت هاي كلها مخطط له، تدرس الجرم نفسه تفاصيله ايش قد يراد لتصوير بعده ايش قد، ويعني من هاي الامور يعني تبلش لك في الشغله. وشغله هي حلوه علميه يعني بحته بها يعني اطلاع على امور احنا كنا ما نعرفها، تخلي المقابل يعرف هاي الامور، فيصير تشجيع مرات من الاهل الاصدقاء دائما يعني من يشوف صورك من يشوف انتاجك يعني يشجعك على الاستمرار. يعني رصد القمر سهل الرصد مثل ما قلت لك، اكو مرات يعني اقترانات فلكيه ما تصير كل سنه ولا كل 10 ولا كل 20. صادفت سنة 2020 شهر 12/21/2020 اقتران كوكب المشتري وزحل، هذا اقتران كل 400 سنة الله يصير، يعني هذا شلون نقول يرى مرة بالحياة، يعني إذا صار وأنت عدل تشوفه بعد مرت الأخ ما تشوفه. هذا يصير يعني هو اقتران يعني هن طبعا بعيدات، عندك المشتري 700 مليون كيلومتر وزحل 1,400,000,000 كيلومتر، فواحد بعيد عن الأخ، بس للناظر من الكرة الأرضية من راح مدارات تتقارب نتباوع من الكرة الأرضية شوف إن كأنه واحد وصف الله إنه لا واحد وراء الله، بس مدارات يعني شلون نقول اقترنت، فكانت تشوفه أنت كأنما نجمة واحدة. الكواكب يعني متوقعة يعني سهلة يعني تقدر تشوفها بسرعة. صورت الزهرة، القمر، المشتري، المريخ، زحل والاقتران، وراها بعد خلصاً أوراناوس ونبتون، صعب يعني صعب التصوير، وحتى من تريد تصورهن يعني مو ذاك الشغف، نقطة باهتة زرقاء شوفها ما بيها تفاصيل حكم البعد طبعا. فانتقلت للتصوير تصوير الفضاء العميق، الفضاء العميق طبعا سدم ومجرات، كسدم السدم كلها بداخل مجرتنا هاي اللي جاي نشوفها. بلشت بهن، أول سديم هو سديم الجبار، طبعا سديم بكوكبة الجبار من أشهر السدم طبعاً. هذا السديم طبعاً يبعد 1350 سنة ضوئية عن الكرة الأرضية. طبعاً للمعلومة السنة الضوئية الوحدة تقريباً 9.6 تريليون كيلومتر، هاي المسافة مال الوحدة. هذا أقرب السدم لنا شقد 1350 سنة ضوئية، هذا أقرب. طبعاً سهل الرصد، تقدر ترصده بأي تلسكوب بعينك المجردة تشوفه كلاتخة مضيئة، بس لا بالتصوير العميق يعني وكاميرا عندك احترافية وبرامج احترافية تقدر تطلع بصور يعني بألوان السديم نفسه. طبعا السدم نفسها تشع ألوان، مرات احنا نشوف صورة يقول لك هذه هاي ليش حمراء، هذا السديم ليش أحمر، هذا ليش أزرق، هذا ليش أخضر. هاي انبعاثات يعني كل غاز متأين بالفضاء يعطينا انبعاث معين لون معين.
انا هواي رصدت مجره اندروميدا اللي هي يعني المراه المسلسله هاي جارتنا القريبه، اقرب مجره مجرتنا درب التبانه او الطريق اللبني، اقرب مجره انها هي اندروميدا، تبعد 2.5 مليون سنه ضوئيه، طبعا قريبه جدا، فرصدتها كانت سهله الرصد الحمد لله. وراها سديم شمال امريكا اللي هو هم سديم انبعاثي، سديم يتكون من الهيدروجين، رصدته طبعا سمي بهذا الاسم نتيجه انه السديم يشبه قاره امريكا الشماليه فسموه شمال امريكا. سديم البحيره هم رصدته تقريبا 1400 سنه ضوئيه يبعد. سديم النسر كذلك رصدته همينه، يعني بالفضاء العميق احكي لك، هم رصدته. الشقيقات السبعه او الثريا، حتى تجمع نجمي تقريبا، نجوم فتيه يعني نقول يعني عمرها تقريبا 100,000 سنه، تعتبر بعدها جديده يعني بالمقياس الكوني 100,000 سنه، يعني تعتبر بعدها جديده. نجوم زرقاء طبعا هاي هم ترى يعني بالعين المجرده تشوفها كسبع نجمات للنظر قوي، بس بالتلسكوب لا طبعا تطلع شيء غير الوضوح يعني، والغبار المتأين اللي داير ما دايرها هم رصدتها، كانت سهله الرصد وكلها موثقه ان شاء الله. الاوقات احنا حسب الجرم اللي نريده، اكو اجرام صيفيه واكو اجرام بالشتاء. يعني هسه اندروميدا احنا شو وقت بالصيف؟ بالشتاء بعد ما نقدر نشوفها، تقوم تشرق الصبح وتغرب قبل المغرب مالتنا، فما نقدر نرصد. هسه بالجديد يعني مثلا عندك الكواكب، ابسط شيء المشتري وزحل بالشتاء يبينه، يقومون يشرقان ويا شروق الشمس ويغربن ويغربها. بالصيف لا، يشرقان شو وقت الفجر طلعت الشمس راحن، تغيب الشمس إن غيبات قبلها. فحسب الجرم اللي تريده تحدد يعني وقت روحتك للمخيم. بعدين المدينه لازم تطلع من المدينه، تعرف تلوث ضوئي وهاي ياثر على التصوير الفلكي، يعني تاثير يعني كلش كبير. فدائما نطلع للريف خارج المدينه، سوينا مخيمات فلكيه مرات شخصيه. المخيم الفلكي الاول على مستوى المحافظه صار بالتعاون مع نادي هواة الفلك، صار بوابه المدرسه الشرابيه اللي هي بوابه واسط الاثريه. اتوقع انه احنا في برنامج قصه نجاح اول مره ناخذ هذا النوع من القصص اللي يخص عالم الفضاء والجرم السماوي الرائع المتميز والسر العظيم بهذا الكون الرائع. معلومات حلوه قدم لنا اياها احمد، وبعد عنده الكثير من المعلومات والتميز. أكيد أحمد بحاجة للدعم، وأكيد أحمد بحاجة للتطور أكثر على مود ينتج أكثر. إحنا نشد على إيده وإحنا فخورين به جدا، لذلك خلينا نرجع إحنا وياكم إلى القصة ونتابع إحنا وياكم شنو كانت بقية التفاصيل. على مستوى المحافظات يعني اكو نادي هواة الفلك بالعراق، جروب بالفيسبوك يعني يجمع محبي الفلك، محبي التصوير الفلكي، هواة الفلك. اكو مرات محب بس ما يقدر يصور، يا اما ما عنده امكانيه او يا اما ما عنده شغف في التصوير، بيحب بس يطالع مثلا. همينه يعني يضم هذا تقريبا فوق ال 100,000 متابع بالجروب. فرق فلكيه سوينا بكل المحافظات، طبعا كل محافظه بها فريق فلكي، يعني مهمته ينظم المخيمات الفلكية، يسوي مخيمات رصد فلكي وهكذا. هو الدعم الوحيد اللي حصلناه يعني من دائرة الرعاية العلمية، يعني مديرية الشباب والرياضة تواسط، انه سجلونا كفريق رسمي فقط. صراحة يعني حتى قبل فترة كان اكو فد كونفرنس يعني بالرعاية العلمية ببغداد يعني على منصة زوم، اعتذروا من الدعم المادي، فلوس ما عندنا، ندعمكم بس بكتب شكر وتقدير. احنا ما عندنا مشكلة، كنا معداتنا صح هي غالية بس اشتريناها على حسابنا الخاص، بس اكو مرات شباب ما عنده الامكانيه بس هو يحب الموضوع، يريد يرصد، يريد يصور، يريد ولو تلسكوب بسيط بس ما يقدر يشتري، فيراد هاي الشباب تندعم. يعني طريق النجاح ممكن يكون صعب مثل ما نقول، ودائما وعر وبي مطبات وصعوبات، لكن اكيد هذا الشيء مو قدام الشخص المجتهد واللي يحاول دائما ان يوصل. مشاهدينا قصتنا الاولى
انتهت، راح ننتقل احنا وياكم الى قصة ثانية وجمال من نوع اخر بس بعد الفاصل. للتميز أشكال وأنواع وجهات وتخصصات مختلفة، لكن مثل تخصص لهذا اليوم اللي راح نشوفه ومثل قصة اليوم راح يكون جمالها أكيد من نوع آخر. خلينا احنا وياكم نتعرف على قصتنا الثانية. اسمي زينب صادع عباس، مدرسة لغة عربية، تخرجت من الجامعة المثنى سنة 2005 بكالوريوس، وبسنة 2012 أخذت الماجستير، يعني دخلت الماجستير 2012، تخرجت 2015 من جامعة المثنى، وب 2019 أخذت دكتوراه من جامعة القادسية. لدي مطبوعات ويعني بعدة مجالات اللي هي القصة والرحلة والخواطر، وبالإضافة إلى الأطروحة اللي هي كانت محورها عن أدب الرحلات، واللي الحمد لله والشكر يعني أخذت الامتياز. يعني المرأة هي اللي نمتها، هي المرأة هي اللي تتصور إنه هي إنسان ضعيف أو هي كأم ضعيف، هذا الشطر الأول. يعني الشطر الثاني إنه أي نجاح، يعني إذا كنت أعتبر نفسي فأني نجحت أو طريق النجاح، فمستحيل يكون النجاح وحدي، بالعكس أنا لقيت والدي مساندني، ولقيت زوجي مساندني، لقيت الأساتذة مسانديني، فبالعكس يعني كانوا الناس تكيف من يشوف امرأة عنيدة وقاعد تتواصل عملها بجدية، ويعني حتى أحيانا هي العائلة اللي يتأخر يعني كمسؤوليات وأطفال، ومع هذا تلقيهم متعاونين كل ما يكون الإصرار أقوى. السفر قبل أن يكون مادة للدراسة والأطروحة، وبقت معي سنتين لأن درست أدب الرحلات، وهاي يعني الرف خاص فقط بأدب الرحلات. أساساً هو السفر يعني شيء جميل للترويح ويعني التنفيس عن يعني كسر روتينية الحياة أو الأيام صورة عامة، أو كما قال الشاعر: إذا ضاق صدرك في بلاد ترحل، طالبا أرضا سواها عجبت لمن يقيم بأرض ظل، وأرض الله واسع مداها. فبصورة عامة السفر يعني له فوائد كثيرة. فمن الدكتور الأستاذ في دكتور شيماء خير فاهم يعني اقترحت موضوع أدب الرحلات، وقالت إنه يعني خلي نبتعد عن موضوع القصة والرواية والشعر، لأن هذه المواضيع مش بعد دراسة يعني أكاديميا، فخلنا نختار قد يعني شيء أحدث. فكنت يعني أدب الرحلات على الروايات المعاصرة، الرحلات المعاصرة يعني تقريبا أول أطروحة تتناول الرحلات بشكل معاصر هي يعني أطروحتي، يعني درست ما بعد فقط 2063 رحلة. دائما المرأة بنتحاول أن تحقق هدف معين بهذه الحياة، لابد أن يكون نجاحها متميز ومن نوع آخر. خلوني اليوم أنحاز شوية للمرأة لأنه جمال وتميز قصتنا غير شكل. الدكتورة زينب اختارت أدب الرحلات، وهي أنشأت أول أطروحة بأدب الرحلات بس بشكل معاصر، وبس هيش بعد هي فازت بأول امرأة عراقية تاخذ جائزة أدب الرحلات، لأنه ليش هذا كان مختص فقط للرجال، لكن الدكتورة زينب أخذت الأولوية بي. إذن تميز جميل وقصة جدا رائعة. نرجع احنا وياكم للقصة ونتابع البقية. Thank you.
أنا تعينت بسنة 2007 مدرسة اللغة العربية، وتنقلت بعدة مدارس، وكل هاي المدارس اللي كنت أتنقل لها سواء في الأرياف سواء بالولاية كانت دائما وظيفتي مدرسة لغة عربية. أحيانا أعطي دروس بالإسلامية أو بقية المواد، لكن تبقى مادة اللغة العربية هي المادة الأساس. مادة اللغة العربية مو فقط مجرد مادة وأدرسها، إنما هي العشق لي، يعني لأن اللغة العربية عندي أتكلم عنها بشجع، يعني أكو حب كبير لهاي المادة ولهاي اللغة، كون إن هي لغة القرآن، كون إن هي اللغة اللي أنت تقرأ بها الكتب الأخرى وتثقف وتطور موهبتك وتزيد وعيك ونضجك. أثناء هاي 15 سنة كانت لي تجارب كثيرة يعني مع الطلاب مع الطالبات، ودائما بفضل رب العالمين كانت يعني معدلات اللغة العربية كانت تصعد، والحمد لله يعني هذا أعتبره شيء توفيق كبير من رب العالمين. هاي أثناء هالفترة أنا كملت الماجستير والدكتوراه، وانعرضت علي فرص إنه أكمل بالجامعة أو أنقل خدماتي للجامعة، لكن أنا دائما أشوف إنه هاي الفئة من الأول متوسط للسادس إعدادي هي الفئة الأقرب إلي، ليكون إنه هاي الفئة يعني شخصية الإنسان تبدي تتكون من الأول متوسط إلى حد الرابع الخامس، فحبيت إنه أكون معاهم بهاي الفترة حتى أسهم على قدر إمكانيتي وعلى قدر جهدي بتوعيتهم. فحبيت هذه التجربة جدا، وأثناء ودائما خلال هذه 15 سنة كان عندي مبدأ بتدريس اللغة العربية إنه ما نركز فقط على القواعد وعلى إنه هاي المادة ونخلصها فقط، لا، أكو كتابية للأسف مهملات من قبل كثير من مدرسين اللغة العربية اللي هي المطالعة والإملاء إضافة إلى الإنشاء. هاي الأمور اللي تزيد من قدرة الطالب على التعبير وعلى الكتابة وكذا للأسف هي مهملة كثير من المدارس، لأن أكثر المدرسين يهتمون فقط للقواعد والنظرون للغة العربية أنه هو قواعد فقط، في حين أنه القواعد مادة جزء والبقية أجزاء مهمة أيضا، يعني مو هامشية أبدا، لم يكن الإنشاء هامشي ولا المطالعة ولا الإنشاء، بالعكس أنا مرات أشوف الإنشاء هو شو ما نقول تقييم نجاح المدرس. كثير من المدارس اللي درست بها ما بها مكتبات، وأشوف هذا الأمر إجحاف بحق الطالب لا أبعد حد. الطالب اللي يعتمد فقط على الكتاب المنهجي ويقرأ فقط الكتاب المنهجي هذا طالب محروم، لأن يعني الكتاب المنهجي ما راح يمنحه بالنهاية غير فقط وثيقة نجاح، لكن ما راح يمنحه ثقافة، وما حد راح يقدر يعطي الثقافة غير المكتبة والكتب المتنوعة والأفكار المتنوعة، خصوصا لما إحنا نفهم الطالب بشكل تدريجي إن المكتبة هذا في الشيء إلك للمستقبل طول العمر، مو فقط مادة إجبارية تجي وتقرأ بها وخلاص، لا، إنما هذه مادة أنت حر بها. بالعام الماضي تم اختياري من قبل لجنة النشاط المدرسي أن أكون محكمة. التحكيم الأول كان لجنة الخطابة على مستوى العراق كله في مدينة كربلاء، محافظة كربلاء، والاختيار الثاني كان على مستوى المحافظة. طبعا بالتجربتين كان الأمور يعني تحكيم أمر جدا صعب إلى أبعد حد. صعوبته وين تكمن؟ إنه أنت مو فقط قاعد مثلا شخص أمامك تمدحه وتطي درجة، صعوبته تكمن إنه أكو منافسين معاه كثير، فأنت لازم تحكم ضميرك إلى أبعد حد، ولازم ما تخفل أي لحظة عن المتكلم من سواء الخطبة سواء الشعر سواء المقالة، لأن هذا الإخفال هذا قد يعني قد يحرم غيره من الدرجة أو قد يضيف له درجة هو ما يستحقها. فطبعا يعني قلبيا أنا أتمنى لكل الناس اللي يشاركون أن يفوزون، لكن هي تبقى التميز هذا خاضع للجنة الحكم، يعني مو فقط أنا، أكيد كثير من الأساتذة اللي معي لهم وجهة نظرهم، وكنا إحنا نتقسم على أسلوب وعلى إلقاء وعلى حضور وعلى نحو، لكن بصورة عامة وهذا أمر يعني
يعني للأسف أتمنى أنه يتغير، أنه المشاركات اللي كانت بالسماء كانت قليلة. يعني أتمنى هاي السنة أو على السنوات الأخرى أن يتطور تطور المشاركات، تطور أساليب المسابقات بالمحافظة، حتى ليست على صعيد المحافظة فقط إنما حتى على صعيد المحافظات الأخرى. بالتأكيد رح نفرح من نشوف أكو أشخاص لهذا الوقت مهتمين باللغة العربية ومشددين على تعليمها، وبعدهم مستمرين يعلمون الطلاب وكل الأشخاص الهواة لهذه اللغة. لغة جداً رائعة وتستحق صراحةً أن احنا نتعب عليها ونعلم بها قدر الإمكان. الدكتورة زينب عملت قدر الإمكان على موضوع اللغة العربية، وما زالت تعمل على أنه تبقى هذه اللغة بشموخها الرائع وبتميزها اللي لا ينتهي. لذلك نرجع احنا وياكم مشاهدينا إلى قصة الدكتورة زينب، ونشوف احنا وياكم شنو باقي التميزات. العام الماضي تم اختياري من قبل لجنة النشاط المدرسي تابعة مديرية المثنى، أوجه لهم هذا يعني شكر كبير جدا. تم اختياري حتى أكون ضمن اللجنة التحكيم في داخل المحافظة، وكذلك مسابقة أخرى خارج المحافظة في محافظة كربلاء. بالحالتين كانت تجربة جميلة جدا، وتعرفت على شخصيات بحيث يعني عرفت أنه اللغة العربية كل ما تتطور وكل ما تتنوع وكل ما هذه كل ما تضيف للإنسان، بحيث يعني كانت أكو مسابقات تبهرني، ويعني وفعلا تبين أنه هي مشاريع أدبية ناجحة للمستقبل. كذلك بفضل الله طبعا يتم اختياري من أجل إلقاء محاضرات أو ندوات في أكثر من جامعة، يعني في جامعة بغداد، في جامعة ساوة، وهذا الأمر أعتبره يعني تشريف أكثر مما هو تكليف. ودائما كل مكان أروح فيه أتكلم عن اللغة العربية، أتكلم عن هاي الشيء الرائع جدا، وكذلك أتكلم عن تجربتي في الكتابة. وأتمنى على قدر الإمكان أن تكون كتاباتي على درجة من الوعي والنضج بحيث تصل إلى المقابل. الجمال والتميز كان عنوان حلقتنا لهذا اليوم. شفنا كمية الإبداع والتميز بالقصص، وأكيد كل قصة تعلمنا شيء منها مهم. أولاً لازم تكون الرغبة موجودة بكل أهدافنا. أوكي رح تصير شوية رتابة وملل خلال تحقيق أهدافنا، لكن إذا كان الجهد موجود ماكو شيء صعب لنتائج رائعة. نتمنى أن قصصنا اليوم نالت إعجابكم. انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وبقصص متميزة. إلى اللقاء.